سينتج عنه إن شاء الله استقراراً لحضرموت وأمناً لحضرموت وتنميةً لحضرموت وإدارة ذاتية كاملة لحضرموت، ومنها أيضاً سيكون نموذج لبقية المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى. إن أرادوا الناس السلام فليقتدوا بحضرموت وليقتدوا برجال حضرموت، ورجال حضرموت لهم باع في مثل هذه الأمور لو أتيحت لهم الفرصة منذ زمن. يعني قد حتى بعض القيادات السابقة لو كما قيل عن علي عبد الله صالح الرئيس الأسبق قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأعطيت أبناء حضرموت السلطة ليدور البلاد، لكن هذا كلام قاله بعد أن أصبح في وقت آخر، يعني لم يعد بيدي شيء. أستاذ محمد، لكن أن نستشهد بهذا الأمر.